And <laughs> you بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم ايها الاخوه المشاهدون، مرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي عبرة من التاريخ حلقتنا لهذا اليوم بعنوان أحد أحد. شخصيتنا لهذا الحديث تدور حول شخصية عظيمة خلدها التاريخ وستبقى إلى يوم القيامة. خلد الإسلام ذكرها عبد حرره الاسلام. عبد سمع نبينا صلى الله عليه وسلم مشيته وهو عند سدره المنتهى ليله المعراج. عبد كان يقول عنه سيدنا عمر هو سيدنا فيقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا ويعني به سيدنا بلال بن رباح الحبشي مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتنق الاسلام وكان من السابقين الاولين المهاجرين المعذبين في سبيل الله اشتراه ابو بكر الصديق حيث وجده على رمضاء مكه تلعب على جلده الطاهر سياط الظلم والعدوان والحجر والصخر على صدره في تلك الرمضاء وهو يردد شعار ونشيد احد احد ووقف سيدنا ابو بكر الصديق عند سيده اميه بن خلف وقال بكم تبع هذا العبد يا يا اميه؟ قال هو بسبع اواق من الفضه قال اني اشتريته منك ودفع له سبع اواق من الفضه وأخذه سيدنا أبو بكر ومشى به على راحلته وإذا بأميه يضحك على أبي بكر قال ما يضحكك يا أميه؟ قال هو لا يساوي نصف أوقية من الفضة وبعته لك بسبع أواقي فأقسم سيدنا الصديق أبو بكر قال والذي بعث محمدا بالحق لو لم تبعه لي إلا بسبعين أوقية لاشتريته منك هذه الشخصيه العظيمه تدور حولها قصه هذا اليوم، انتم تعلمون انه النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر الى المدينه يقولون اضاء فيها كل شيء ولما قبض صلى الله تعالى عليه وسلم اظلم فيها كل شيء وحفر قبر رسول الله في حجرة ام المؤمنين عائشه. ونزلت اعظم مصيبه في الاسلام. بكت على سيدنا رسول الله الارض والسماء، الاشجار والغيوم. فدخلت سيدتنا فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء البتول على اصحاب سيدنا رسول الله وهم يحفرون القبر الشريف قبر سيدنا الحبيب المصطفى فنادت على سيدنا أنس يا فاطمة نادت على أنس وقالت يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله إنه رسول الله فأجابها سيدنا بلال يا حبيبة الحبيب والله لو استطعنا ان نضعه بين السماء وبين الارض لوضعناه ولكن هذا كتاب ربك نزل على ابيك قائلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى فاخذت سيدتنا فاطمه حفنه من تراب القبر الشريف فقالت ماذا على من شم تربه احمد ماذا على من شم تربه احمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدنا لياليها سيدنا بلال بعد دفن النبي ما بقي في المدينه المنوره، قال لا ابقى في مكان لا ارى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورحل من المدينه الى داريه في الشام. وسكن هناك. في ليلة من الليالي كان سيدنا بلال راى في المنام حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له يا بلال ما هذه الجفوة يا بلال ثلاث مرات اما آن لك ان تزورنا وعند الصباح ودع اصحابه في المسجد بالصلاة الفجر وتوجه من الشام الى المدينه على راحلته ولسان حاله يقول ولسان حاله يقول لطيبه ميثاق علي قديم اذا ذكرت يوما لدي اهيم وما ذاك الا ان فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح حرام لذيذ العيش حتى أزوره أهنأ عيشا والفؤاد جريح حمى الله ربعا حل فيه ضريحه وما زال وبل الغيث فيه يسيح حوى من حوى جود الوجود بأسره ومن عجب ضم الوجود ضريح دخل سيدنا بلال مدينة الحبيب وتوجه إلى مسجده ومن مسجده إلى حجرته ودخل باكيا مرغ وجهه في تراب القبر كما يقول ابن عساكر بسند جيد فمرغ وجهه الكريم على القبر الشريف وبكى بكاء مرا على قبر رسول الله حتى جاء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ورفعا بلال من على القبر اخذ يضمهما ويشمهما يضمهما ويشمهما ويقول اجد فيكما فيك رائحه جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحه جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلب سيدنا الحسين وسيدنا الحسن من سيدنا بلال قالوا يا مؤذن الحبيب حكم وقت الأذان فأذن لنا نشتهي أن نسمع منك الأذان الذي كنت تؤذن فيه لجدنا رسول الله فعلى سطح المسجد سيدنا بلال وذلك في خلافة سيدنا عمر لما قال الله أكبر ارتجت المدينة بأهلها ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها ولما قال أشهد ان محمد رسول الله خرج العواتق من خدورهن العواتق النساء وظنن, وظنن ان رسول الله قد بعث من جديد فكان يوما مبكيا يوما حزينا كئيبا كيوم وفاة رسول الله وسقط سيدنا بلال ما استطاع ان يكمل الأذان وسقط على الأرض وأكمل الأذان غيره اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا ما حل بنا انه ولي ذلك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم